طيب، تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم إليكم واحتراما السادة الأفاتارات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل محبة وسلام، ونلتقي بكم مرات أخرى هنا في ساحة الاعتصام، الساحة اللي أصبحت منزلنا يعني، واللي أصبحت منزل لجميع الثوار الناس اللي الثائرين. الآن نحن من ساحة الاعتصام نجدد اللايف من جديد، وحول ما يحدث الآن من أحداث سياسية ومرحلة تمر بها البلاد في تحول سياسي كبير مشهود وحراك عالي المستوى غير مسبوق في تاريخ السودان، مع انتفاضة شعبية وثورة شعبية استطاعت أن تقتلع الرئيس البشير وبعده الرئيس ابن عوف. ولكن برغم ذلك يرى غالب الشعب السوداني الآن بأن أو كل الشعب السوداني بنسبة عالية لم تتحقق مطالبهم بعد، وأن هنالك التفافا واضحا على الثورة المجيدة السودانية. لذلك هنستضيف الليلة معنا عدد من الشباب يا جماعة هنا في ساحة الاعتصام، وانتوا ايضا من خلال التعليقات انقلوا مقترحاتكم، اكتبوا مواضيعكم من خلال التعليقات. ومن البداية بقول يا جماعة شير للفيديو، خلونا كلنا نتشارك الافكار بتاعتنا، وحندخل على محلات الجوطة برضو في نفس الوقت، ومرحب بجميع الشباب. طيب، من ضمن الشباب نستضيف الاستاذ الصحفي ايضا معمر السودان الليله معانا في اللايف. التحيه للشباب اللي قاعدين يشاهدونا الان، يوم التحيه من هنا من ساحه الاعتصام. التحيه لجميع الناشطين والناشطات، الثوار، الكنداكات، وكل الاحرار الذين يعني وقفوا مع الثوره منذ بدايتها ومنذ شبابها الاولى في السودان حتى تحقق الجزء الكبير من الانتصار باقتلاع نظام البشير الذي عاثر الفساد وخرب مؤسسات الدولة وأخص الشباب تماما عن العملية السياسية في البلد، واللي هي المرحلة المطلوبة الآن في كل دول العالم. الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء الأمم، فلأهمية المكان الآن شباب السودان هم الذين اقتلعوا نظام البشير، وليس الأحزاب السياسية زي ما يقولوا القديمة اللي هي قاعدة من زمان مع السلطة ومع النظام وأخذت فرصتها الكافية في المعارضة في الحكومة. لكن الوقت مطلوب للشباب إنهم يشاركوا، لأنهم هم الوقود الأساسي لهذه الثورة، وهم الجسم المحرك في كل منبر من المنابر التي يتحدثون عنها. ولكن في ظل كل هذه الإرهاصات والمواضيع التي حدثت كثيرا في الثورة السودانية رغم نجاحها لحد الآن، الشباب هم يرون الآن أنفسهم بعيدون عن المشهد، حتى يعني المشهد السياسي أو اللعبة السياسية التي يعني هي الآن مع المجلس وبين ظهرين. الشباب هم يريدون أن يكونوا في مقدمة التجمع أو مقدمة هذا الجسم الكبير، حتى يجدوا أنفسهم في المرحلة اللي هم طلبوا من أجلها وطلبوا التغيير، والذي حدث نصفه وبغي النصف الآخر الكبير. فالآن الشباب هم يشوفوا نفسهم أمام عقبة كبيرة جدا، إما أن الثورة السودانية الآن رغم نجاحها الالتفاف عليها أصبح كبير من الاتحادات الإقليمية والدولية، طمع لوجودنا باللغة العامية طمع كبير جدا. فما معروف مصير الشباب حتى الآن شنو؟ الشباب هم طيب يا معمر، نعم. معليش، ده بغودنا لنقطة مهمة. نعم. الآن كثير من الثوار داخل السودان خارج السودان بيتكلموا عن رفض تام للتدخل الأجنبي الآن في السودان. محور خليجي الآن مثلا من مصلحة النظام ده يقعد أو كده. أنت تعليقك شنو على الكلام ده؟ أنا تعليق على الموضوع إنه الآن الموضوع هو يعني الثورة الشبابية السودانية هي ثورة خالصة من الداخل، والآن نحن كلنا بنرفض رفضا تاما إنه الأمر الآن هو شأن داخلي وليس التدخل مرفوض. لكن الترحيب مرحب به، لكن التدخل الآن في الشأن السياسي هو يعطي شك في جسم الشباب إنه الآن الثورة السودانية قد تتسرق من جهات أجنبية، قد تكون لها أجندة مع أحزاب مع غيرها من جهات شبابية تم تكوينها. وفي ناس يعني حتى الآن في ناس بدأوا يسجلوا شكلية أحزاب
شكلية أجسام شبابية ما معروفة لكل الشباب والثوار. فالإنصاف حتى الدورة السودانية الشبابية تتم كيف إذا كان المجلس العسكري للآن يعني خطوة خطوة كبيرة جدا، لكن التكسير موجود. إذا كان ما في تكسير ما كان الناس دي للآن شباب. معليش الناس ترجم اللايف ملصقات سريعة، التعليقات بقت ما بتظهر لنا تماما، انا ما اعرف ان شاء الله صوتنا واضح من هنا. الشباب الان يا احمد والشباب اللي بيشاهدونا الان، الشباب هم يريدون نتيجه حقيقيه لثورتهم، وهي الثمره الاساسيه اللي ممكن هم يكونوا في راس الرمح ليقدموا البلد قدام، لان المرحله الجايه هي مرحله الشباب ما مرحله الناس اللي اخذت فرصتها. فنحن نقول لهم لحد هنا كثر خيركم، لكن اعطوا الفرصه للشباب انهم هو العمل ممكن يكون مع المجلس العسكري. نعم الكلام ممكن يكون متحالف في تحالف، يعني في النهايه المجتمع النخبه السياسيه بتكون موجوده فيه، القوى الشبابيه بتكون موجوده، منظمات المجتمع المدني، لماذا لا يكون هنالك تحالف حتى في هذه المساله؟ يعني بدل ما تكون تنظيميه بحته او منظمات فقط، لا تكون قوى شبابيه منظمات و نعم القوى الشبابيه اللي مطلوبه هي الان يعني في الفتره دي ممكن تكون يعني احمد مبادرات شبابيه رؤيه واضحه من الشباب يتفقوا على انهم يقدروا يشاركوا في المرحله القادمه بشكل كبير جدا، لانه هم الشباب الذين احدثوا التغيير وليست الاحزاب برغم يعني جهودها اللي غير يعني مرفوضه حتى الان. لكن احنا نعول على الشباب ونحب انه الشباب يكون الان عنده مبادره واضحه حتى الثوره يعني يضمن ثورتهم وما تكون في يعني مرهونه عند اشخاص معينين او احزاب معينه اخذت. طيب يا معمر احنا هنتكلم ونحن ماشيين الان، وطبعا لو لاحظت حتى في تعدد كبير، يعني لو انتبهنا يعني الان كل ناس باحتفالهم بطريقتهم بيدل على حس بتاع مزاج ثوري عالي جدا. حتى الان يعني المزاج الثوري المتواصل او المدى الثوري المتواصل امتداد للثوره التي بدات منذ يعني 19 من سبتمبر او من بدايه الثوره دي. الحراك هو شبابي، يعني حتى الان مطالب الشباب انه هم دارين التغيير المنشود اللي بيطلبوه. ففترة صعبة جدا للتوازن، لكن الناس تمتص قدر الإمكان تشارك الشباب ديل وتقدر تنصفهم. حتى للشباب اللي ما إنهم كتلة مؤهلات برضو هم دارين في الفترة دي يكون عندهم يعني زول ينصفهم، عشان لأنهم هم أو يديهم مكافأة حقيقية، لأنه هم الوقود الأساسي لهذه الثورة. حتى الآن الشارع المتحرك كله الشباب 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 الذين كانوا في السباقات وهم ناس الحق وناس الحركة. فلذلك الناس حتى الآن متواصلة يا أحمد، يعني الانتصام ده الجزء الكبير هو الشباب، هو الشباب الذي كان. إذن الآن لاحظنا حتى من الهتافات الترويج والانتظار لمليونية الغد. تقول هنالك يا احمد يوم غد ما معروف اللي يحصل شنو، لكن الشباب دارين نتيجه اساسيه او نتيجه حتميه بكره قد تكون. ارفع يدك فوق. شفت الحراك يا احمد كويس امامنا الان. الحصه شنو؟ الحصه وطن، هذا هو الهتاف الان. استيعاب المرحلة الجاية أحمد في الرياضة في السياسة في كل مجالات الحياة المدنية الاجتماعية الناس دارين يعيشوها. المرحلة صعبة جدا لكن التوافق ضروري جدا. نعم فعلى الأحزاب الواجب الآن على الأحزاب إنها تحترم الشباب وتقدر موقفهم. طيب في محور نعم في محور ثاني، يعني الليلة أقرب مثل أسر الحرب لم نسمع عنهم حديثا بشكل رسمي الآن، ولا نرى المطالب الآن عالية تجاههم إلا من بعض الناس الآن. فما تعليقك أيضا على هذه النقطة؟ تعليقي بالنسبة للإنصاف طبعا تعبانين يا جماعة أو في لجان التفتيش. الله يحييك يا أخي.
طيب نقطة مهمة جدا أحمد تطرقت لها، فالإنصاف على أسر الحركات المسلحة، فهم كانوا أيضا يعني جزء من الدورة دي. يعني لو جينا نحن كثوار وكشباب يعني في ظل توافقنا الآن ونظل نجاحنا الكبير اللي مشينا فيه، التوافق ضروري إنه المجلس العسكري والأحزاب وقوى التغيير ما تنسى إنها هذه الحركات، أنا ما بجد هنا بدافع عنها، لكن للإنصاف وللمعلومية إنه الأحزاب الحركات المسلحة وغير المسلحة اللي كان شاركت كانت هي انتهى توجهها اللي أخذته باختلاء السلطة أو نظام البشير، برضو هي شاركت كثورة يعني اختلفت الرؤية إنها عملت السلاح ونحن طلعنا سلمية. طيب يعني بدون سلاح. أها. أكيد هم لهم يعني الحق إنه نعم. يطالبوا بإطلاق سراح ناسه لأنه دي ثورة عامة كل الناس كسودانيين، دي المرحلة اللي إحنا لو ما حصلنا عليها التوافق وأتراجع عن النتيجة الاجتماعي حقنا الزمان أكيد ما هنصل لنتيجة حتى في دولتنا دي، وهتتوقع يحصل يعني ما لا يحمل عقباه، لأنه الناس دي برضو أنت ما ممكن تفك لي الناس الثورة الهسي سلي الناس. نعم. طيب نحن الآن أمامنا أيضا تجمع كبير جدا الآن أيضا في هذه الثورة. كويس. معمر عذرا حنرجع لك دقيقة بس. وهنا طبعا الشعب بيلهي بحماس الجنود الآن والضباط بهذه الأغاني العسكرية يذكرهم بأنهم لا ينتموا لأي حزب هذا الجيش الوطني العظيم، فبالتالي هذه لقطة من هذه الأحداث الآن. وطني جميل. هاي واصل واصل. هي تنهم الجواب من جديد. Oh, yeah.
والله يا جماعه مليونيات بكره دي ما كونوا واضحين والله يا جماعه والله بتكون كبيره شديد والله لا اله الا الله يا جماعة ده زول تاني اللي انا قبضني بيه اللايف مشغل اللايف لغاية ما قبضني الان الله يخليك يا علي ذاته يشرف صالحة بينها صالحة يا جماعة برضو إذن الآن نحن ما زلنا بنلاقي الناس نقبض ده هنا نستضيفه ونخلي ذاك ونحن الآن ما زلنا يا ريت الناس يا جماعة شير الناس بقت تقبضنا يا جماعه من خلال اللايفات، واحد يفتح اللايف بتاعك يتابعك طق حته يجيك. وده معناه انه الحراك ده يا زول، الحراك ده لم يطيف المجتمع كله ما شاء الله تبارك الله. الناس دي والله موقف تاريخي جدا، يعني قدر ما تحاول تصمت 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 الليلة تصمت بس سودنا ضد الفيزات بالنافع لعلي عثمان ضيقين ظلم وبهتان بالدستور والبرلمان يا نادي الراكب راس ما لكم نايس رقاص يا نادي الراكب راس حرمية كل الأسماء بالسلطة طلبوا زمان باعوها أرضنا السودان بالكاش والدم كمان يا رب نعمل كلامك صح حاكم لك إيش يا سفاح إيش يا سفاح إيش يا سفاح القتلة المأجورين خاشين لنا باسم الدين خوارج منافقين الله يقدر لكم مليون يا بكرة لي يا نجيل يا ناجي براس مالكم رايس رقاص سلاحكم تلقوا بمبار وسلاحنا نحن العصيان نفديها بلدنا السودان والليلة بين الميدان يلا ياما كنا مكبوتين بنعبد ومقموعين عن فشة والظالمين بالأيام والسنين صبح العريس العريس بنتاكا حتى صبح العريس العريس بنتاكا كلام صوت العالم بيهتف عن الناس وطلب السلطان طالع نبدا المراجع حركة وناخد كافور لبابك ما حنسمع ابدا لخطابك الجيش والشعب تجابك وباكر حتلقى حسابك الجيش معانا معانا نحنا ما همنا الجيش معانا معانا نحنا ما همنا
ضد الظلم ومن أفسد أكتوبر ربيع تشهد والليلة رجعنا المجد للأحلى حيكون الغد للأفضل بلادي الغد للأجمل حالة ابن الغد والليلة رجعنا المجد من الجيل الناقد راس هذيكم نايس وقاس من الجيل الناقد راس هذيكم نايس وقاس الحراك الكبير والاستعداد لمليونية الغد ومليونية الغد عدة مليارات شكلة كده الآن حالة عالية جدا من الحماس يا ريت تشيروا الفيديو على كل الجروبات الآن حالة عالية جدا من الحماس ومن الروعة كما نشاهدها الآن في لحظات وطنية ولحظات شبابية احتفائية الآن تحدث هنا في ساحة الاعتصام دايما بنقول نحن بنعتنى المغتربين ظروفهم اللي خلتهم يسكبوا الدمعة العراق الدمعة الحراق المساكين كويس معفيه دي المعفيين يا جماعة ظروفه ومتمنين يكونوا معانا هم دايما ان شاء الله الان تفاؤل كبير تفاؤل عالي جدا جدا للتغيير المنشود والمنتظر بكره متوقع حاجه ثانيه خالص هذه المليونيه العظيمه ربما تتخطى كل المليونيات التي حدثت حقوق نتساقط الشعب الزار إذا قد طلقت ما في خيار بين التال بس بس الليلة قلبت حقوق العار حقوق نتساقط الشعب الزار إذا قد طلقت ما في خيار بين التال بس بس الليلة قلبت 30 سنة ما ظن طعمها 30 سنة والشعب عاش في عنا 30 سنة بتمنى نعيش في غنى 30 سنة من رب الأرض والسماء 30 سنة من الكتاب الغلابة 30 سنة عيش الشعب لأنه في غابة 30 سنة وفيها فرقت البلد 30 سنة كنت حرمت الأم من البلد 30 سنة شعبنا الكثير من القرف 30 سنة عشت عقول أصحاب تلف 30 سنة تلف قصة شعبي قاعد يموت لما تشوف عمارة في مصر ما بيخوف من دور كل الشعب برضه ما تكتم الصوت اسكت بس خلاص فوق 30 سنة عدت اسكت بس خرطوم كلها هنا في ساحة الاعتصام الآن بكرة الولايات كلها جاية كل الولايات واصلة الليلة الجزيرة ومبارح عفرة بكرة القضارب شنار كسلة الجنينة ميالة كل السودان بكرة هنا الآن كل الخرطوم يا هدينا ولسه الأعداد كبيرة جدا احنا ما وصلنا للنهاية ده الربع الأول يا دب يا الله 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 يا ال
العالم ده سمع. تسرقت الشعب الزار كلاب اطلقت ما في خيار دايرين الدار تسقط بس الليلة قلبت حقوق العار حقوقنا تسرقت الشعب الزار كلاب اطلقت ما في خيار دايرين الدار تسقط بس الليلة قلبت تكلمنا عن انه يوم بكره ان شاء الله يا جماعه باذن الله هيكون يوم فاصل تماما في تاريخ السياسه السودانيه. والان الخرطوم كلها متواجده هنا، الولايه كلها الان في ساحه الاعتصام. بكره ده هيكون يوم ما متخيل البتة. الدم واصل واصل اسلم قدام نواصل المرور ونحن الان كنا مكبوتين بنعبر ومقموعين عن عشاء والصالحين بالايام والسنين I'm a soldier.
على بابك ما حنسمع ابدا لخطابك الجيش والشعب تشابك طيب نحن يا جماعه الان حنواصل رحله المشي ونحن لنبحث عن الحدث وايضا هي الحدث هذا الله يخليك طيب نحن بنحاول نصنع الحدث ونجد ايضا الحدث من ارض الواقع عفوا اذا الان نحن ماشيين على الحتات اللي فيها اكثر ناس بس يا ريت شير للفيديو يا شباب عشان على الاقل نقدر نحافظ على الفيديو لسه فضل كثير عشان نقدر على الاقل نواصل الفيديو من جماعة الجداد الالكتروني عفوا ممكن كل زول يعمل 10 أو 20 من الملصقات طيب نحن الان بنواصل المرور بتاعنا طيب ناخذ جانب من النفق الثاني اللي منه بتمر على شارع النيل قدامنا هناك ذاك هو نفق جامعة الخرطوم لكن النفق جاي طيب ناخذ عليه طلة سريعة وممكن نعمل مداخلات مكالمات منكم برضو او نحن الان وصلنا نفق جامعة الخرطوم عفوا ونخالف كل المطالب في محاسبة رؤوس النظام السابق وإنشاء دستور دائم يحكم البلاد وسنصب هنا يسر الجاي إن شاء الله إذا ما أسقط النظام إسقاطا كاملا بإذن الله أحييك جدا والله نحن أحييك جدا رجل عنده مطالب واضحة جدا كويس مطالب واضحة لا يحيد عنها البتة السلام عليكم كيف الأحوال؟ الله يخليك معانا شباب دي ما شاء الله مرحبا بهم حظهم قاموا على أدغام الثورة الله يخليك يا سلام سوار الليل وروم الويل الله يخليك تسلم كثير عليكم السلام الله يخليك الله يحييك انتوا معانا على البث المباشر الان الله يخليك قدام الله يحييك قدام قدام ان شاء الله قدام اوه الحمد لله اعتقلنا احد الافاتارات المزعجين السلام عليكم كيف الامور؟ الله يخليك اذا نحن الان متواصلين هنا كويس وفجاه العالم ده جميل يا جميل فيك شديد يا اتفضل اول حاجه طيب يا ابو ليل الحته دي جوطات عاليه جدا خلينا نزحها من هنا ونحن الان ماضين
طيب زي ما قلنا ونحن بنتابع دائما وابدا. تفضل يا ابو الشباب شاركنا بالقصيده. هذا القصيده ده اول حاجه للفنجاكا الزغر اللي بتحط في التمرين الساعه 2:30 والشباب اشتغلوا والجيش على اعطى الاوامر والثبت. مساء الخير. الزغر اللي بيت فنجاكا هدف الرجال وقالوا للنحيد اين الطريق؟ هذا الطريق في 6 ابريل الطريق ان الشوارع لا تحول كلا وكلا لا تحول والقابضون على جمر القضيه ثابتون بل راكزون والقابضات على جمر القضيه ثابتات بل راكزات لكم التحايا كلما سقط الحمام لكم التحايا اينما امن السلام. الله يحييك يا اخي. اسمك منو؟ امير عبد الله معروف بايروي سمير. تشرفنا يا اخي. الله يخليك. سقطت لن نغادر المكان ده الا لمن تسقط. الاسم عباد عثمان من كردفان مدينه النهود. وانا جيت المظاهره دي من بدايتها كنت جاي من النهود. جاي من النهود. اها بدايتها انا كنت من بدايتها هنا حضرتها هنا ومجيت النهود. اها حضرت البدايه الثانيه. اها بعدين جيت راجع جيت هنا حقدر احضر النهايه بتاعتها ان شاء الله حيسقط حكم العمر المجيد والكيزان كلهم اي كوس انا هذا نظف بدل الحكومه تكون خاليه من بدل الكيزان. طيب توقعاتك توقعاتك لمليونيه بكره. مليونيه بكره ان شاء الله باذن الله حتكون مليونيه هائله لانه كلنا جايين السودان اي دوله كردفان ذاتها جاء اي ناس حيجي هنا يحضر هنا ان شاء الله لو برهان مر حلينا باذن الله حيسقط زي ما سقط الاول حتسقط ثاني وثالث اذا قدام سوار حتى نكمل المشوار. الله يخليك. أيوة. سقطت ما سقطت سقطت ما سقطت قدام. اذا نعتقل معانا واحد من الناس زي ما قلنا مزهيين جدا جدا. خلاص ماهر السلام عليكم. انتظرتك تشرفنا في موقف شندي في الاعتقال بيت تجي كله كله. انا قلت من الناس المطلوبين. الزول الغياظ ده ومالكته كيف نحن ما قدرنا نمرق منها. والله اقول حاجه الاعتقال الاعتقال يا احمد في الوطن شرف عرفت. يا سلام. احنا ما بنخاف من الاعتقال. الله يخليك. من البطس ثابتين الى ان تصل. ورساله داري اوجهها انه في ناس جروا قاعدوا مع المجلس العسكري تمام؟ عليه المجلس العسكري بيحنس بالغازة بتاع الحراك عشان يجي يقعد معهم. عارفين الضغوط الحراك منو ولا ما عارفين؟ عارفين صح؟ المجلس العسكري اللي بيحنس بالغازة بتاع المعنيين. هو طبعا الناس بتسال فينا في اللايف بتقول الاجتماع نهايته شنو؟ لا هو لسه ما طلع علينا شيء. الاجتماع مستمر. اول ما حصل هنا حيكون النقل مباشر من ايوه المؤتمر الصحفي من هنا من المسرح. كل الاحداث تعرف في الاجتماع حيجي يقولوها هنا في المسرح في المنصه الرئيسيه. لكن غالبا المجلس يوافق على الحكومه المدنيه لانه العصر بيجيب الزيت والحل في البلد. طيب اسي بالطريقه دي الناس شكلهم صابيننا لرمضان شكله. والله مجهزين العبريل مجهزين الامور مجهزين الخيم والمكيفات كمان. طيب الان في ناس ما زالوا في المعتقلات الان ما زالوا يعني ليله زي قضيه الشاب احمد عوض عبد الحفيظ وهو ما زال متحفظ عليه في الزنازين بتاعت النيابات بدون حتى بلاغ وبكلام كثير جدا في المعتقلات الان عشرات ومئات. ماذا تقول الان؟ والله يا اخي الحريه للمعتقلين ولسه تبقى الاحتجاج انه لسه الدوله العميقه مسيطره. احنا هنا لحد ما تصبح موجود هنا لحد ما تفكر الدوله العميقه. ممتاز. طيب استاذنا معمر ما زال الناس في النيابات موجودين بالطريقه دي معناها ممكن الناس تتحرك المواكب ذاتها والتحركات ممكن تكون امام النيابات والمعتقلات اذا ما دريني في كل الناس ابنائهم. اكيد يا احمد الان هي الروح الموجوده جوا الناس هي روح ثوريه خلاقه يعني تعتقد انه كان هنالك كبت الحريات في كافه المجالات حريات موجوده. الناس دي كانت يعني مسكونه من جوا ومخصى يعني من كل الجوانب الحياه الذي كانوا يدعينا يعيشوها شباب. فالروح التمرديه دي يا احمد خلينا نقولها روح تمرديه حتى الان لو المجلس العسكري ما يتوفق ولا يستلم السلطه يعني بطريقته الخاصه وقعد عليها اكيد حتكون روح تمرديه
في كل مؤسسات الدولة هتجد الثوار يدخلون على المدير على أي زول شفته بالجنتر عليهم باللغة الشبابية، أي زول بالجنتر عليهم حتى لو كان رتبته يعني روح تمردية تختلف من الجسم الشبابي. زمان كان مقبل موجود في أحد النظام البشير اللي هو عمرهم الحاكم، يعني عمرهم هم خلق لهم روح تمردية داخلية عمرك الإنسان ما ممكن يعني في يوم الليلة تغيب. حتى لو نجحت الدورة وتم تسليمها للمدنيين أكيد برضو هتكون هنالك ملاحظات ووقفات شبابية ويكون النقد والجذب في الشارع العام. الشرعية هي شرعية الشباب والدورة. طيب طيب معنا القهوة ذاتها متوفرة في الاعتصام. متوفر أي شيء يا حبيبي. رمضان حاجة واحدة. أحييك. حاجة واحدة. يعني إذا الناس ما راجعة. مدنية. طيب بكرة المليونية دي كيف؟ بعدين حيوانة. يبدو لينا حتكون مظاهرات لم تشهدها أو لم يشهدها السودان من قبل. الله يحييك. قدام. احنا ماشيين يا جماعة. هو لا هم الكيزان لما يستلموا السلطه شاوروا منهم ذاته لو يتكلموا للناس عن المشاور حقيقة جدا. وامامنا عدد من المشاهد كويس والناس متواجده طبعا كده على الجانب هناك التواجد برضه الكبير طبعا. بعد شوية المسرح ده حيكون فيه المؤتمر الصحفي من قوى الحرية والتغيير من إعلان قوى الحرية والتغيير عن ما حدث داخل أجندة أو داخل قاعات الاجتماع مع المجلس العسكري ده بكون بعد شوية حيتم عنه الإعلان. لغاية الآن ما في حاجة رسمية البتة لسه أي زول الآن منتظر. طيب أضف إلى ذلك مليونية الغد، وطبعا مليونية الغد زي ما قلنا التوقعات لها بنسبة عالية جدا إنها تبقى مظاهرات غير مسبوقة في السودان البتة، مظاهرات غير مسبوقة البتة خلاص، اعتصام تاريخي ومظاهرات عظيمة. هذا هو المتوقع ليوم الغد بنسبة عالية جدا. وطبعا كل اعتصام كبير وقوي وحشود جاي من الولايات هذا الكلام يزعج الطاغية دائما وأبدا. بنسبة عالية ماشي على إنه يكون يوم مفصلي بكرة. ماشي بنسبة عالية جدا. الثقة الشبابية في قوة التحالف وتجمع المهنيين، هل يعني اعتقادك إنه بكرة ممكن يعني الناس يا فقدت الثقة مرة واحدة وواصلت إن شاء الله بإذن الله ما نفقدها وعاين قدام ناس زي المنظر ده. وصلت الفرحة. نعم أسي عاين زي المنظر ده والناس هنا اللجان اللي مسؤولة أيضا من الموية وبتسقي الناس يعني تكافل اجتماعي كبير جميل جدا. أشياء جميلة كثيرة ظهرت في الشعب السوداني. الناس أحمد من الصباح رفعوا شعار صايمين نهار، يعني دي تؤكد لك إنه الناس يعني مواصلة في الاعتصام وفي المطالب. حتى لو جاء رمضان برضو الناس مواصلة حتى تحقق المطالب اللي هم مرقوا من حجها وماتوا من حجها والتهية لشهداء الأبرار. ممتاز. واحد من الشباب الطيب بيقول بكرة الناس بكرة تمشي تفك المعتقلين. ده من الناس اللي علقوا تحت الآن يوم قدامنا في التعليقات. لكن كيف يا أخونا؟ معناه بيقصد ساحات الاعتصام تكون أمام النيابات، تكون أمام مقر الاعتقالات. بالتأكيد. لكن ردة الفعل الطبيعية بكرة الولايات لما تجي هنا، وأكيد الإعلام مغيب عن الولايات بصفة يعني نقول ما عامة كده، لكن في تراخي وفي تركيز كبير جدا على المركز. المركز هنا في أمام القيادة بصورة أكبر، مع إن الولايات الآن هي تسمع عدد من الولايات عن القيادات. نعم والمواكب طالعة كل الوقت. نعم نعم
نحن كلامنا كثير حول هذه الثورة المجيدة الميمونة المؤيدة المباركة، وبالتالي الكلام يكثر فيها، ولن نستطيع بشرح واحد أو بلقاء واحد أو حديث واحد أن نصل لكل المبتغيات ونعبر عن كل الأطياف، ولكن ما يهمنا هو سودان واحد متحد، سودان يسع الجميع، وطن بل فيه نتساوى ونحلم نقرأ نداوى. وطبعا على بعض أهزيج وأغاني العطبراوي الوطنية لن أحيد. وطبعا أيضا الآن الاعتصام يشهد أشكال جميلة جدا من التكاتف، وطبعا أيضا من المناظر الآن أمامنا نحن على البث المباشر. وطبعا هنا تعرض أيضا الانتهاكات التي حدثت لكثير من المعتقلين والمعتقلات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق، والذي حتى الآن منه جذور كثيرة موجودة على الساحة. وهنا في الشاشة يظهر العنوان سجن الكجر، لو صورة واضحة كلموني يا جماعة. طيب قدامنا أمامنا كل هذه الحشود الآن. أنا ليه لو كان بالليل وسط متابعة كبيرة من الاهتمام، متابعة كبيرة واهتمام. بالضبط، دولة عميقة في الجزيرة. هي المشاهد، الناس دخلت السجون وشافتها في عيونها، والآن هي بتشاهد فيها كأفلام وكروايات تكتب في التاريخ. ده كله يوريك يا أحمد إنه هنالك يعني داخل داخل هو نفوس الشباب ديل. طيب نحن نواصل نواصل أحمد إبراهيم، خليك مستعد، راح نواصل الآن مع هذه الحشود المليونية الهادرة. أما بالنسبة ليوم بكرة ده دي حاجة غير تماما. قدام وسط دعوات لمليونية كبيرة في الغد، زي ما قلنا أغلب التوقعات بتشير لأنها تكون المظاهرات الأولى على مستوى السودان. كل الإشارات الآن تشير على أن مظاهرات الغد أو أن الدعوات على الأقل ليوم الغد ستكون غير مسبوقة، وفي علامات زي ما بقول عنوان الكتاب، وأيضا كثير من الأمثلة السودانية، الطفل اللي يقول لك من تبته والحريس من بشرته والمطر من رشته، الأشياء المبشرة اللي بتظهر. فالمبشرات الآن كثيرة جدا، لأنه يوم بكرة يكون يوم كبير جدا ويوم مفصلي بنسبة عالية جدا في تاريخ السياسة السودانية وفي التاريخ الوطني. وبالتالي جميعا نحرص على أنه يوم الغد ما يفوتنا بأي شكل من الأشكال. يوم الغد لازم ما يفوتنا. الناس بترسم علم السودان على مستوى الوجوه، وهذا إن دل فإنما يدل على حب الوطن، حب الوطن، كل الحب والتقدير للبلد السودان، للوطن الكبير الذي يجمعنا جميعا. نحن ما زلنا بنتمشى وسط، انتم ملاحظين انه نحن ماشيين ما وصلنا لحد ذاته ولسه ماشيين. جبال قلت لكم داك ولا ربع، كان ولا ربع الساحة ولا ربع الناس المتواجدين.
كايتينك زمان يا فطاري تحيه والله وتعيش ان شاء الله. الله يخليك. تحيه تعيش ان شاء الله. الله يكرمك. ربنا يحفظك. قدام قدام والله. الله يسلمك يا اخي. قدام قدام قدام. نحن بننقل الصورة مباشر فيما يحدث الآن. بننقل الصورة مباشر فيما يحدث الآن. وطبعا في ساحة الاعتصام كثير من الاحتفالات والبشريات ليوم بكرة إن شاء الله. أي زول بيتوقع بالطريقة الخاصة. وكل زول الآن الناس متواجدة للمخاطبات. ده مثال للمخاطبات بتاعة التوعية أيضا على مستوى الاعتصام. أوكي. أيامنا لما الثورة نجحت في الحي يوسف وغيرهم وغيرهم وغيرهم. تتواصل المخاطبات وتتواصل الأجواء الثورية. تتواصل الآن مخاطبات كبيرة. مخاطبات يعني سبحان الله. المدارس كان ما فيها الشباب الآن ظهروا والأطفال ظهروا يخاطبوا ويتكلموا ويقولوا أشعار. نحن نقول عليهم والله ما شاء الله. فدي تمارات يعني بدأت تدنو يا أحمد الآن. ممتاز. تربية وطنية سليمة. نحن في ذكر قومونا على ساحة الفداء أعوذ بالله. لكن هؤلاء الشباب يعني هؤلاء الأطفال اللي هم الآن هم يعني ولدوا في ظل هذه الثورة وجدوا ما وجدوا الآن هذه الثمرة الكبيرة. ممتاز. طيب نحن نواصل نتمشى ويرتفع الآن هتاف الدم قصاد الدم أو الدم قصاد الدم أمام نقبل الدية. يرتفع أيضا ونحن ماشيين. وطبعا الشباب كلهم مصممين على أنه لا رجوع، بل على العكس الناس بتحشد. الناس كلها بايتة لمليونية الغد الكبيرة واستقبال مواكب الولايات، وهو الحدث اللي قلنا حيكون بصورة كبيرة جدا الآن. بكرة شنو المليونية يعني شنو ناس كمية. هذا من الشعارات الذي السلام عليكم. كيف الأحوال قدام؟ السلام عليكم شباب قدام. الله يخليكم. الحركة الآن تماما والناس ينادون بعزة. لك الكلمة. تصدق بس صدق تقيل. تصدق بس. الله يسلمك يا أخي. الله يخليك. صابتين ما في رجال. يعني رمضان. رمضان. شايف الناس بقى تتكلم عن صلاة العيد هنا. السلام عليكم. الله يخليك. بارك الله فيك. هم يعني بيقصدوا صلاة عيد الضحية ما الفطر. وبكرة المليونية. ويوم الليل والضحية. وانتم كلهم عندنا هدف عندنا تواصيل عندنا حياة من الرجال. وبكرة المليونية. بكرة يا اخواننا الناس كتار معانا. بدري بدري يا اخواننا. بدري يا اخواننا. معانا بدري يا اخواننا. الولايات. لأنه الناس وانت العيد تعذر لو يزل لازم يصبى صبى. بكرة مثلا مليونية بتكون 5 مليون ان شاء الله. ومبادينا سافرين عنا. اوكي قدام ان شاء الله. الله يحييك يا اخي تكرم. قدام الحمد لله رب العالمين. الله يخليك قدام. ما شاء الله. وما قد صورتك في البوستر بالدقاقه.
الله يخليك. الله يسلم. إذن ما زلنا الآن مستمرين. أكيد يا أحمد. طيب ديل الناس هنا مشغلين اللايف نفسه أيضا. طيب الآن قدامنا طيب نحن مستمرين الآن ماشيين الآن حمود يمشي البيت ما بشوف عليك حمود يمشي البيت ما بشوف عليك طبعا زي ما قلنا نحن ما زلنا ماشيين والاعداد ما منتهيه زايده زياده الموسيقى والاغاني الوطنيه يعني هي عباره عن يعني مواد او النفسيه يعني مطمنه للشباب انه ينسوا الايام السوداء الثوار الان مع الضباط يعني يعيشوا واقع جديد نعم لما تكون الحصة وطن الموضوع بيختلف تماما الأعياد كل الاتجاهات يعني الناس وصلت متحمسة جدا توقيت الصباح ممتاز الناس تساعد بشير للفيديو إذن زي ما قلنا الناس بكميات كبيرة لو جوا الخيم أو خارج الصيوانات اللايف لايفكم يا شباب والصفحة صفحتكم وأتمنى إنه نكون وفقنا لأنه ننقل ما يرضيكم صور الليل وردياتهم كثيرة جدا داخلين والمتاريس موجودة والناس مطمئنة متاريس بشرية ومتاريس مادية طبعا ايضا اماكن العلاج ايضا العيادات الخاصه هنا العيادات للمرضى متواجده الان وهنا ايضا لافته لحكاوي السجون والاعتقالات نحن دارين نصل كده طيب يلا
إن الثورة السودانية كانت سلمية وضد الحرامية والمرتزقة. تحية للشباب اللي شاهدونا وتحية للناس اللي الصباح والناس اللي وي 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 المليونية الناس كمية 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 المليونية. طيب نتواصل. المليونية طيب ده النقل المباشر الآن من أرض الحدث للناس اللي بيصلونا بتسألنا عن نتائج الاجتماع بين المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير. لسه ما في معلومة عنه، وريثما تتوفر المعلومة ستعلن من هنا. ما زال الاجتماع حتى الآن منعقد حتى آخر معلومة لدينا، فسيتم إذاعة ما نتج عنه هذا اللقاء على الهواء مباشرة. بيجي يدهم. إذن نحن الآن بنقول لكم تحية الثوار العطرة، يعني الناس الخارج السودان، أحمد الناس اللي خارج السودان وهم متألمين على عدم حضور اللحظات دي. نقول إنه المسألة يا جماعة قدر برضه، ودوركم مقدر. في ناس من خارج السودان داعمين بقوة الحراك وتحركوا على مستوى السفارات، وأيضا كان لهم دور إعلامي وتنظيمي وغير تنظيمي أيضا مشهود. حي شريف أيضا يتشرف بهذه الثورة المجيدة بأن يكون موجود على أرض ساحة الاعتصام. طبعا زي ما قلنا بكرة اليوم بتاع بكرة لازم كلنا نحضره، لازم نكون حضور كبير جدا. نحن مارقين لمطالب سلمية، لمطالب العيش الكريم، وبالتالي مطلوب من أي زول في الخرطوم بكرة إن شاء الله يكون حضور هنا، وكل السودان جاي يا أخي. عيب الضيوف يجوا البيت. الناس كمية كلكم جوا هنا، المليونية حقنا نطلع لآخر كوز. بكرة كلنا المليونية، بكرة إن شاء الله. الله يخليك. طيب يعني ما ممكن الضيوف يجوا البيت يلقوك ما في تصاحب البيت، صح؟ كويس الكلام ده. اي والله تحاول بيك فرشة ومعيون نديك، اي والله الشاي كمان نزديك سلام ينجاز فيك، اي والله واي فاي نوصله ليك تلفونك نشحن ليك، اي والله تصميم نحول ليك إذن هذه من لطائف هذه الثورة المباركة.
كويس في هذه اللحظات الجميلة جدا، والناس متواجدة قاعدة، ما في زول داير يمشي، بل على العكس. السلام عليكم. وردية الليل إلا زايدة زيادة، وعيب بكرة ناس النار وناس كسلة وناس نيل الأبيض كويس، وناس الجنينة والفاشر وناس الشمالية خلاص، وعيب ناس بورسودان والجماعة ديل يجي يلقونا ما في شيء، صح ولا لا؟ عيب إنه الناس تجي يا أخي ببيتك وتلقاك ماف، مش كده؟ ويتعرفهم جايين يعني. يبقى معناها طالما إنك إنت الناس ديل جايينك لازم تكرمهم بالحضور أولا، ونشرفهم زي ما هم شرفونا، صح؟ إذن بكرة يوم بكرة حيكون بشكل كبير جدا يوم فارق، فارق جدا، علامة فارقة في تاريخ السياسة السودانية، حيكون يوم مبالغ فيه، كل التوقعات كل الأرقام كل الإحصائيات تشير إلى أن يوم الغد هو يوم مختلف ويوم مفصلي بمشيئة الله، لو ربنا كتب العمر وطول الأجل وحضرناه إن شاء الله جوا هنا حضورا بايتين الآن متواجدين كويس، وهنا مبادرة أطفال القيادة أيضا، ونحن الآن بنمر من هنا من أمامهم الآن. طيب الآن نحن في مرورنا على كل الحاضرين، لسه يا جماعة الناس كتار، لسه أنا جربت قطعت نص المسافة الصينية بري تعبت رجعت قلت المشهود ده أوفره تاني. طيب الزول ده يا جماعة كلام واضح، قال لنا ابتسموا يا هو ده واضح جدا بالله علم تضحك في الفيسبوك ديك يا هادي ذات كويس يبتسم، شكرا كريما الله يحييكم. طيب نحن ماشيين الآن والناس دي كلها بتقول لك ابتسم فأنت لست كوز، فعلامة تقطيب الجبين والعبوس والزهج المستمر دائما وكراهية الآخرين هي من صفات الكيزانية ولا يمكن يتسم بها بشر طبيعي البتة. إذن الآن مع هذه الأعداد المهولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا الاعداد كبيره جدا، وهذه المساحه مزدحمه جدا للناس Gracias.
إذا لا نقول أن الشحن اليوم زائد، لا على العكس، بل التعبئة يعني مقبولة جدا وتسير في الطريقة الصحيحة. وبالتالي الاستعداد لهذا اليوم حاضرا بشكل كبير جدا. غدا الاستعداد للمليونية الكبيرة والمواكب الضخمة التي ستحضر من الولايات، هتجي من الولايات وهنا هتكون متواجدة بشكل كبير. نحن الآن قربنا على نفق جامعة الخرطوم، على نفق جامعة الخرطوم، وحالما ينتهي الاجتماع بين المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير ستتم إذاعته مباشرة هنا عبر الإذاعات الداخلية هنا بالساوند سيستم. قاعدين ننقل من كل اتجاهات الساحة أو ساحة الاعتصام، ودي رسالة من أحد الشباب بيقول أنا جاي للوطن ما جاي عشان كنداكا. ليه التحية؟ الله يخليك. التحية للوطن جميعا، لكل سكان الوطن، والأجواء الاحتفالية العالية. الأساس مكتمل وفي الحفل حيحتفل، إذا الحصص الأول قصص على الوطن، لكل نفس هتنغز محبك من الدرس، وللمعاني تندرس وللغناوي تنحبس، غناوي حتفة تندمس، ظروف مواتيع تنعكس على البلاد نموغس، على البلاد لبس لبس، على الشباب عرس عرس، فضم مكان كرمشنا باهي بشمشنا، وطن سمح كمال دم، وطن وشير ومنطر، وطن سمح كمال دم، وطن صبار ومنشر، وطن سمح كمال دم، وطن معاك من جر، وطن عزيز وطن عمين، وطن لذيذ كما السمن على الدخول لطيف سخن بيد عطين، وطن كبير بعد عدر سبيل كبير ملك مدارك الفكر فكر، نشر مقاطع الشعر تبر شعر شعر كما العطر على البلاد بينهمر، ضحك ضحك بلا المس وتر نذر مع السن، ودر عزيز من الالف غنى نصر، ولا حزن ولا قهر غنى نصر، على البحر سمر سمر غنى نصر، من الصباح سحر سحر غلا صار كما نشاء كما نحب. يا ريت الناس تساعد باللايك والشير، يا ريت الناس تساعد باللايك والشير عشان نقدر نوصل البث لأكبر عدد ممكن.
الفرحة في عيون الناس الآن، وشوف الاستعداد ليوم بكرة وللوطن.
سامي حاجة أنا. صوار الليل صوار الليل صابنا صابنا عطشان ولا زلد عليه أحسن مطينا مزن سماك الدنيا أحسى من ضغيك ومصحف الكريك وداك إن الذين حبوا روحهم ضيعوك وبيعوك عسى ما ملكت يداك الخوف من الطمح الطمح سكت وصولك للطريق ساعة و22 دقيقة مستمر فيديو البث المباشر قدام الأشكال الوطنية الجميلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سوار الليل قدام. الله يحييكم. سوار وطن واحد. ها؟ سوار وطن واحد. الله يحييك. أحرار حتكمل المشوار إن شاء الله بإذن الله. سوار أحرار حتكمل المشوار إن شاء الله. طيب وقدامنا أيضا الوطن الكريم وأيضا الأعلام وطريقة الرسم. طبعا كلها أشياء جميلة جدا يا جماعة وأشياء من إبداعات الثورة السودانية المباركة المجيدة. وبالتالي أمام كل هذه اللقطات والحشود هذه الأعداد الهائلة التي حاولنا أن نحصرها, يعني قلنا نحصرها شوية بالله ساعة وحاجة نحن ماشيين قريب ساعة وخمسة وعشرين دقيقة نحن ماشيين ما قدرنا نحصي العددية بتاعت البتة. قاعدين ما ماشيين وين يا زلمة ده بيتنا هنا. طيب اللقطات كثيرة جدا زي ما ذكرنا اللقطات كثيرة جدا والإبداع متواجد في هذه الثورة السودانية والتفتيش ما في كبير عليه, لا رئيس حزب ولا رئيس منظمة ولا رئيس حالي ذاته, أي زول جهنا بتفتش. والكلام ده كله في النهاية من أجل تأمين الثوار أنفسهم, من أجل تأمين الثوار لضمان عدم وجود المندسين قدام, عدم وجود المندسين من الكيزان. وبالتالي نعم على أي حال تواصلنا معكم خلال ما يقارب الساعة الله يخليك قدام ما يقارب الساعة ونصف ونحن عبر فيديوهات البث المباشر ننقل إليكم الصورة من هنا من هذه الأرض المباركة. وبالتالي كانت فيها المتعة حاضرة من خلال تواجدنا هنا. وبالتالي الناس الآن في تواجد وإقبال كبير انتظارا لصباح الغد, ونحن هنقوم نشوف الاستعدادات. طيب يا جماعة نحن الآن على البث المباشر, سؤالنا توقعاتكم ليوم بكرة مليونيات بكرة. طيب بكرة طبعا الحجة حيكون مدين جدا إن شاء الله في الساحة, وخاصة إنه هنا في النيل الأبيض الجزيرة أبا وربك وكنانة إن شاء الله والدويم جايين بالبساطة السياحية تزامنا مع موكب مدن إن شاء الله هتبيجي بكرة برضو فائزة بالبساطة وإن شاء الله. يا سقطت يا سقطت وصابينا لرمضان إن شاء الله. سقطت مع سقطت صابينا, سقطت مع سقطت صابينا. السقوط الأول ده السقوط الأول بس جاينا السقوط الكبير نحن
لأننا لما يحققوا مطالبنا دل تحققنا كده السقوط الكبير بتاعنا. إذا للآن نحن في نصف ثورة. إن شاء الله نحقق المطالب. عملنا وصابنا صابنا. بسيط. إن شاء الله بكرة حتكون مليونية مليونية مليونية. والزواج السواج شنو ما حد داس ما حد داس عارفين هن جايين يعملوا شنو والفينا ما شاء الله وشايفين صور عطوا الدولار ما كان ضابين قدام وانت كيف نازلين الابيض ما كان ضابين انه يصلوا يكملوا دين نازلين الابيض يعني ما يزال سجدين جزيرتين حيظهروا جزيرتين حيظهروا ابا والمدري ده يوم تلاحم الجزر ذاته في السودان هنبقى جزر هنبقى سوا هنبقى في كلنا بحر واحد بحر السقوط طيب تمام دي توقعات الناس الآن ليوم الغد دي توقعات الناس ليوم بكرة عن الشكلية المتوقع يكون بها اليوم الجميع مجمع على إنه يوم الغد حيكون يوم خرافي جدا في تاريخ قدام قدام كويس الجميع مجمع على إنه يوم الغد حيكون يوم مختلف تماما إذن السلام عليكم قدام إذن طالما يوم الله يحييكم قدام كويس طالما إنه يوم الغد حيكون يوم مفصلي إذن يجب الحضور يوم الغد ونؤكد المطالب كثيرة جدا الموجودة للشعب السوداني وأيضا نذكر بالحرية لكل المعتقلين الحرية لكل المعتقلين وأيضا نقول الحرية لحد المحبوسين في النيابات الشرطية وبالتالي لم يطلق سراحهم حتى الآن نيابات أو نيابة متواجدة على بحري جنايات بحري أيضا يوجد فيها كثير من المحبوسين مثل أحمد عوض عبد الحفيظ وأكثر من 60 آخرين متواجدين حبس بصورة غريبة جدا وبالتالي المواكب قد تمتد إلى ساحة النيابات والأجسام والمعتقلات لأن الناس لا يقبلون الظلم الناس ساروا على ظلم خرجوا على ظلم الناس مرقت على الظلم الحاصل وبالتالي ما حتتحمل اي حاجه بتاع الظلم تسقط بس تسقط بس تسقط بس تسقط ثاني ورابع صابنا صابنا سقطت ما سقطت سقطت ما سقطت طيب زي ما قلنا بكره البساطه كلها ان شاء الله باذن الله جايه الولايات بكره الشاعر قال طبل ليس ضرب والخيل تسابق الخيل من اخر الجنوب لعطبرة وتوتيل بكره الكلام ده ما كذب خلاص وقالوا المويه تكذب الغطاس وديل المحيط يا ناس الاصل ما بينقاس اتوه العوام وغرق الغطاس علينا نحن ننتبه لسلميه ثورتنا وعدم الانصياع للمندسين من الكيزان الذين يحاولون الان جر الوطن الى الفوضى والى الخراب والتدمير بميليشياتهم المؤتمر الوطني يريد جر هذه البلاد الى حرب اهليه فبالتالي الوعي الوعي ثم الوعي نحن ثوره سلميه بهذه الثوره المجيده التي اعترف العالم بها من بعد تراخ طويل ومن بعد صمت طويل الان اعترف العالم بهذه الثوره فبالتالي المحافظه على الثوره السودانيه هو المطلوب الان المحافظه على المطالب المطالب موجوده كثيره معروفه حكم مدني ديمقراطي وطن يجب ان يكون ممتدا للجميع وطن تسع النافذه له جميع الاحزاب والمكونات جميع القوى والمنظمات هو حزب هو السودان القادم فبالتالي يوم الغد العلامه الفارغه يوم بكره كيف مليونية يوم بكره مليونية يعني بقوه لا لا سلمية يعني بكره الناس جايه بقوه وتدافع كبير يعني ايوه ايوه ها ناس كمية إذا أنتوا صابينها للضحية إذا الضحية شنو يا زلمة الضحية اللي بعد البعدة سنتين ثلاثة خش كده ما صعبتوها ما صعبناها احنا دايرين الناس حرامية احنا دايرين الناس تكون سلمية دايرين من السودان واحد يسعى الجميع وطن واحد يسعى الجميع وطن واحد يسعى الجميع لا نامت أعين الجبناء الله أكبر عليك كيزان الحرامية سرقوا حرقنا وسرقوا وتعبنا الله أكبر وبالتالي معناه الدم قصاد الدم الدم دم قصاد الدم الدم قصاد الدم نعم دم قصاد الدم بس القصاص اي قصاص ما دايرين الدم قصاد الدم القصاص والقصاص موتوا في اللعود موتوا في اللعود كلام واضح والله نحن دايرين نفتح دايرين والله يا حبذا يا حبذا لو كنا فيها بلانا ونحاسب عليهم
محاسبات واضحة. طيب والناس اللي قالوا لنا في كوبر دي رايكم شنو؟ القصاص القصاص القصاص. انا والله انا طيب الان الناس من المعتقلات ما زالوا متواجدين من اسرى حرب ومن معتقلين سياسيين كلهم في ناس سياسيين. ما قولكم في هذا الموضوع الان؟ المعتقلين السياسيين الحروب والذل والهوان دي يطلعوا كلهم. المعتقلين الحاليين اللي هم ناس البشير والاعوان الخبيثين الجيزان يتحاسبوا ويصبوا جوا كوبر. نشوفهم طيب هم قالوا الطاغية المطلوب دوليا عمر البشير في كوبر، تعليقكم شنو على الكلام ده؟ ما شفنا. طيب ما شفنا. دايرين نشوف بعيننا وتحاكم قدام الامه دي كلها. اي دم يتعلق هنا ده فوق من اللفظه دي فوق بالضبط. قال قتلوا لنا صحباننا نروح بالدم قتلوا لنا لو ما شفناهم عدموهم قدامنا ما بنرجع. اذا مطالب الشعب واضحه، هي المطالب، وبالتالي نحذر من الالتفاف على مطالب الشباب على مطالب الثوار، لأن هذا الكلام يقود إلى مشكلة كبيرة جدا. الآن الناس ما متنازلة عن حقها البتة، ونحن من أرض الاعتصام نحييكم. الناس البر السودان ده شعار السودان، خلاص ده شعار السودان، ده علم السودان، خلاص رسالتنا لكم، ده الوطن بيعبقوا بيرسل لكم التحايا الآن. تحميل الطير تسابق بها الصحاري وتقطع بها الوديان والبحار عشان توصل لكم في مكانكم. الناس في الخليج، الناس في أوروبا، الناس في آسيا، الناس في أستراليا، الناس في أفريقيا، في كل مكان. يعني في الله في الداعي كان جميل حق يوضح النهار يعني.
نمزح الوجبة كان واحد قال لي الثاني يا اخي اديني اديني سندوتش معاك. قام ده قال لي جدا يا اخي ما عندك اي مشكله احنا ولا دارفور. قال لي احنا ما عندنا حاجه اسمها ولا دارفور. قال لي احنا عندنا حاجه اسمها احنا سودانيين. يعني موقف يعني يسموه يقول يعني تقشعروا لنا الابدان صراحه. ويعني موقف سعيد جدا جدا وحاجه يعني اتعلمتها انا بالذات حاجه شخصيه يعني اتعلمتها كثير فيما يدل عند الله انما يدل على توافق حاصل في قيام الشعب السوداني سواء كنا دارفوري او شمالي او شرقي او غربي. يعني كلنا حنكون واحد والثوره دي كلنا وحدتنا ودي حاجه يعني دي الاجمل الحاجه احنا دايرينها. سرعتها فينا الانقاذ من 89 الى طريق العصا هي العنصريه والجهويه وان شاء الله احنا قادرين نتخلص منها باذن الله. بس يا جماعه الناس تحافظ على التوحد يعني التوحد اهم حاجه. ما عندنا حاجه اسمها اجناس، ما عندنا حاجه اسمها جعاليل، ما عندنا حاجه اسمها شواقه، ما عندنا حاجه اسمها محل. لا كلنا سودانيين يا جماعه كلنا سودانيين. وان شاء الله التحيه كلها تحيه لي يا اولاد في النار اجينا بكره. والتحية لأولاد رفاعة أجينا بكرة بنقول لهم مرحبا بكم في بلدكم الثانية الخرطوم وألف سلام وتحية وإن شاء الله حرية سلام وعدالة وثورة في هذا الشعب وشكرا جزيلا. تصبح الثاني طيب بكرة كيف؟ أنا توقعت لهم أن بكرة دي يعني حتكون مليونية خرافية. كيف؟ يعني الليلة أولاد في النار جاتنا معلومة أن بكرة جايين أولاد رفاعة قالوا جايين وعندنا اولاد مدني وعندنا ناس عبره يعني بكره حتكون مليونيه مليونين نمره واحد. وانا حزين جدا حزين جدا للناس اخواننا وامهاتنا وابانا البر السودان اللي ما قدروا يشاركونا يعني عز الوطن. بنقول لهم صوتكم وصل وان شاء الله ان شاء الله. طيب عندك واحد اسمه صديق مكي بيقول لك ولد ابراهيم يا كبير الله يكرمك يا ولد المكي ان شاء الله يا اخي ربنا زي ما بنقول يعني يلاقينا وخلي اهلنا كلهم في الغربه ان شاء الله يجوا راجعين لوطنهم وربنا يرد غربتكم كلها ويعني والوطن بيشرف لكم الصراحه لكل العقول لكل العقول لكل لا 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 الفئات العمريه شباب كنا او رجال كبار او امهاتنا واخواتنا يعني وطنكم رحب بكم والله. وان شاء الله مدام شباب البلد قاعد واعي ان شاء الله ما تحصل اي حاجه والثوره مستمره الى ان تتحقق. والآن هو معانا من أرض الحدث وزول سخن دايما والله يا أخي ما سخن جديد لكن إن شاء الله يعني الحاجة الحلوة للناس يعني بنحاول إننا نلم أطياب الشعب السوداني كلنا دايما نلمها ونوحدها في محل واحد ونجحنا بالفعل نجحنا نجاح عظيم جدا جدا في التوحيد. وان شاء الله زي ما قلت ننبت لا 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 الشجره حقت الانقاذ وجذور الزراعه فينا بالجهويه والعنصريه احنا نبذناها تماما. ان شاء الله نعيش في توافق تام لكل اطياف المجتمع السوداني باذن الله. حريه سلام وعداله والثوره خيار الشعب تصبت ثالث ان شاء الله تصبت كامله. ونحن مع المواكب التي لن تتراجع البتة. السلام عليكم. الله يخليك الله يحييك. قدام قدام بس اصبر 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 بس اصبر
مع المواكب اللي ما بتتراجع تاني، مع المواكب التاني ما عندها فرصة بتاعت رجوع أصلا. أصبح الأمر الآن أن تجول الخيل جولة واحدة فيكون الشعب فيها منتصرا. فهذا الأمر الرسالة من الشعب السوداني إلى المجلس العسكري بأن نعطيك خياران خياران. الشعب السوداني الآن برسالته بيقول للمجلس العسكري بنعطيه خيارين اثنين، ليك فيها من جاء ولينا فيها مرضى. الآن الشعب السوداني بيقول إنه إما الانحياز للشعب وإما الانحياز للكيزان. باختصار الآن مطالب الشعب المطلوبة اللي هي معترف بها حتى المجتمع الدولي، اللي الليلة واشنطن تحدثت عن إنه هي بتدعم التغيير السلمي في السودان وانتقال السلطة إلى السلطة المدنية. أعتقد إنه المجتمع الدولي أيضا له نظرته. نحن بنقول السودان لقدام، ونحن في النهاية بهمنا الوطني يا جماعة، وفي النهاية تسقط كل الأشياء التي تعيق التقدم الوطني أو الحرية والقومية. على أي حال للشباب مرتكزات وللكلام تفاصيل كثيرة وعبارات يعني كثيرة جدا، ونحن بنمر في كل مكان من ساحة الاعتصام. السلام عليكم. الله عليك يا مناضل. قدام. الله عليك يا مناضل. انتوا ناس النضال. الله عليك. الله يحييكم. ونحن بنمر الآن من كل الساحات وكل الأمتار في النضال، وبنرى حتى اللجان اللي بتعمل في عمل دؤوب دائما وأبدا، وكل الكلام ده لسلامة المتظاهر نفسه والمعتصم نفسه الغدر الكيزاني اللي ممكن يحصل في أي لحظة. فبالتالي المطلوب وطن آمن، وطن سالم، وطن غانم، وطن فيه الحرية، فيه الديمقراطية، فيه التعددية، وطن ما يكون في درجة أولى لا بعرق ولا بدين ولا بأي مخصص. الجميع الآن هنا بشعار واحد، وكانت الدولة قبل اليوم الشعار المعروف يسعد الفرد وتشقى أمة، حسبنا هذا ضلال حسبنا. ولكن الآن أعلى سلطة للتشريع هي قوة الشعب، الشعب السوداني الذي هزم الطغاة وزلزل الجبروت بتاع كل طاغية متجبر، الآن هو موجود. معمر السوداني نختم بك. فالتحية للشباب اللي واقفين معنا، ونقل لهم الخلفيتين من كافة الاتجاهات. إن شاء الله نكون وفقنا. نتمنى إنه نكونوا وفقنا في نقل البث المباشر. فالتحية للجميع، والناس تواصل في الاعتصام لأنه هو صمام العمال يعني نجاح الثورة السودانية. فلذلك يا شباب الحرص الحرص الحرص، الناس تتجمع في هذا المكان وفي كافة الولايات، تطلع تقف قدام الحاميات العسكرية، لأنه الناس قالت الجيش معانا وما همانا. نتمنى إنه يكون في يعني أنتم مروكم للقيادات العامة يتأكد للجيش إنه عن إحنا يعني بنعيد لك الثقة، تقبل يا جيشنا وابقى معانا وانهاز لثورتنا العظيمة. لذلك نعول كثيرا على إنه ثورة سلمية لابد أن تتحقق مطالبنا. والتهية للجميع والآن هم واقفين معانا ومسهرين الليالي حتى يتحقق طيب ديل الشباب يا جماعة، ديل الشباب المعتصمين. نعم قلت شنو؟ صابينا قاعد قاعدين. ديل الشباب والثبات عالي جدا معنا هنا. مرحبا يا شباب، الله يخليك. كيف الأمور؟ قدام قدام خلاص. الناس ثابتة هنا إن شاء الله، مرتكزة هنا، موجودة أيا كانت الأسباب. الشعب السوداني الآن متواجد بكل أطيافه، موجود. حرية سلام عدالة والثورة خيار الشعب. 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 حرية سلام عدالة.
معناه بكره الشعب السوداني ده ما في زول جاي، ما في زول جاي. اها صابينا سقطت ما سقطت صابينا سقطت ما سقطت صابينا سقطت ما سقطت صابينا سقطت ما سقطت ما سقطت صابينا يا ساتر. اها تضغط كده من الوقت بس كلام واضح، كلام واضح. الان والله دار اختم اللايف، لكن مع صهيه كناردي اللي نسمعها، والله صهيه كناردي من الاغاني اللي انا شخصيا ممكن تقتلني عادي جدا. والله لو سئلت اقول تبقى هي النشيد الرسمي للسودان. نسمع كلنا صهيه كنار، هذه الاغنيه الوطنيه الكبيره. انت بتسمع موسيقى ساي خلاص بتتعب، موسيقى ساي بس بتعبك. صحيح يا كنار وضع يمينك فيه، والله لو سالوني اقول تكون النشيد الرسمي بتاع الوطن، والله بالله شفت ما مستمتع بها. Thank you.
السمعان وعلى الكلمات الجميله دي. انتهى الميعاد المباشر استمر ساعتين الا سبع دقائق كويس، ساعتين الا سبع دقائق كويس. صهي كنار كلمات لها رساله واضحه، لها دلاله واضحه جدا قدام كويس، لها رساله واضحه ودلاله واصله، وبالتالي صهي كنار واجمل بيت فيها. خلاص اجمل بيت فيها كان واضح جدا. واذا ادخرت الى الصباح بساله فاعلم بان اليوم انسب من غد، واذا ادخرت الى الصباح بساله فاعلم بان اليوم انسب من غد. تحيه وسلاما على اجمل الالحان والانغام، نلتقيكم ويوم بكره ده عجيب. بعد بيتين يا جماعه متواجدين اوكي. الشباب اللي بيقولوا دارين الاقيك في القياده العامه وما لامين فيك، بالتالي رساله في الخاص ان شاء الله ممكن تراسلونا في الخاص. الناس اللي بتقول عايزين نلتقي في ساحه الوطن الكبير هنا الان قدام، ونحن زي ما قلنا الان في ساحه الوطن الكبير في ختام اللايف. جيت في اخر فنجان في القهوه، اخر فنجان. السلام عليكم قدام. ايوه قدام. بكره دايرينها بلياريه. ايوه بلياريه كله. الله يخليكم. ونختم اللقطه يا جماعه بجندي المجهول الان ديلنا سلجان. صابيننا حتى لو سقطت صابيننا قدام قدام. شكرا جزيلا لكم يا شباب، وان شاء الله نلتقي في لايفات قادمه في قادم الساعات والايام.